اسمع تعليقك يا استاذ محمود في البدايه. طيب خليني بس اقول انه ملاحظه سريعه جدا في حضانات كاريتاس الاطفال مسلمين ومسيحيين صح؟ بينما في الحضانات الشرعيه التي نواجهها الاطفال من دين واحد فقط. وانا سمعت انه بعض اولياء الامور يعني بيتسرعوا المسلمين انهم يروحوا الحضانات والحضانه تقبل الجميع تمام؟ لكن الحضانة الأخرى لا تقبل إلا دين واحد من أبناء الوطن. هذا تمييز يمنعه الدستور. هذا تمييز يرفضه الدستور. ده خلينا كده من الباب بنتكلم قانون ودستور قبل ما ندخل نتكلم في أي حاجة تاني. اتنين، إسلام قال كلام جميل جدا في التقرير، يعلمون الأطفال الحب بينما نحن لا نرى إلا تعليم الكره والتطرف. يعني خلينا نقول مثلا أنا بيعلموا أطفالنا في الحضانات أنه الأغاني حرام. بيعلموا أطفالنا في الحضانات أنه الفن حرام. بيعلموا أطفالنا أن لعب الكرة حرام. ده كله بيعلموه في المناهج. أنا أجملت واختصرت في طلب الإحاطة اللي كنت موجهه للسيد رئيس الوزراء والسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في مجموعة نقاط. أهمها تحريم الأغاني، أهمها تحريم الصور، تعليق الصور، مجرد الصور الرسومات اللي احنا شايفينها على الحيطان دي بيعلموا أولادنا أنها حرام. أنا جايب يعني صورة يعني مش عارف من منهج إيه بيقولوا انه نور البيان. نور البيان، نور البيان، نتعلم منه عدم تربية الكلاب في البيوت وعدم اللعب معهم، عدم تعليق الصور مثل صور الفنانين ولا لعب الكرة. ده بالظبط. يعني يا جماعة، يعني هل يعقل الكلام ده يدخل أدمغة أطفالنا؟ تعال يا استاذ عمرو، شوف هل يعقل، انا كاتب كده برضه في طلب الاحاطه، هل يعقل ان يتم تعليم اطفالنا في هذا السن معنى توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات ومعاني الشرك وجزائه؟ طفل 3 سنين، طفل 2 سنين بنعلمه الكلام ده؟ هل يعقل؟ طيب انا عايز ادي بقى حضرتك مثال، ودي كانت مفاجاه بقى حصلت بعد ما اتفجر طلب الاحاطه. يعني فيما كانوا يعلموه للاطفال، سؤال هتلاقيه موجود في الحاجات اللي انا جبتها هنا، اين الله؟ الله في السماء مستوى على عرشه. هذه هي الإجابة ببساطة. ظهر عندي واحد مواطن مصري بسيط اسمه أستاذ نادي، لقيته بعت لي بيقول لي أنه المواطن ده اكتشف هذه الكارثة من 3 سنين في أحد الحضانات التابعة للتيار السلفي في منيا القمح. فالراجل تحرك بإيجابية شديدة وخد النموذج اللي هو السؤال بتاع أين الله، بإجابته الله في السماء مستوى على عرشه زي ما بيحفظوها للأطفال في كل الحضانات، وبعته لدار الإفتاء المصرية. دار الإفتاء المصرية أصدرت الفتوى برقم المسلسل 146723. الإجابة كالتالي: لا ينبغي عرض مثل هذا السؤال على الأطفال، والإجابة المذكورة في السؤال إجابة خاطئة. تمام؟ يبقى حتى دار الإفتاء المصرية مش محمود بدر ولا عمرو عبد الحميد ولا أي حد اللي بيقول إن هذا كلام خاطئ لا يجوز تعليمه للأطفال. يبقى هؤلاء يأتون بدين جديد يعلموه للأطفال يخالف الدين الرسمي الذي تتبعه الدولة ويخالف دار الإفتاء المصرية. ده مش كلامي، ده كلام دار الإفتاء المصرية.